السلام عليكم. في البداية خلونا نشكر كل حد اشترك في الفيلم الجميل فيلم الممر. مش هنتكلم عن ان هو بياخدوه من فيلم امريكاني لا يا جماعة، فيلم جميل ووطني وحلو وبيتكلم عن مرحلة مهمة في تاريخ الدولة المصرية، مرحلة لما الشعب احتوى الجيش المنهزم في 67 علشان يرجع ياخد حقه مرة تانية، الشعب اللي هو الحاضنة للجميع، الشعب اللي بيطلع منه الجيش وبيطلع منه القيادة، الشعب اللي لولا وجوده ما كانش هيبقى فيه جيش ببساطة. فشكرا يا جماعة لكل واحد بيفكر يعمل حاجة يقول فيها ان البلد دي بلد وجنودها وشعبها لسه أوفياء ليها، محدش بيبيعها، محدش من ولادها باعها زي ما الفيلم قال. شكرا لكل واحد بيفكر الناس مين عدوه، مين اللي بينه وبينه دم، أكيد مش حد من جوه البلد، أكيد زي ما شفنا في فيلم الممر اللي طمعان في أرضنا وبيننا وبينه طار ودم وعداء مش المصريين. فشكرا للناس اللي عملت الفيلم، وشكرا للناس اللي حاولت تقول ان البلد لسه بخير وعيالها عارفين عدوهم. بس سؤال بسيط اسمحولي، مش بيتقال ان احنا في مرحلة فيها بطولات للجيش؟ هو ليه ما تعملش فيلم يمجد بطولات الجيش دلوقتي؟ ولا انتوا دورتم في سجلاتكم ما لقيتوش بطولات للجيش غير القديمة، ما لقيتوش غير الفساد وغير الخزي والعار والخيانة في دفاتر القادة الحاليين؟ نتكلم بمنتهى الصراحة، كل ما هتيجي تتكلم عن الجيش هتتكلم عن 67 و68 لما بدأنا حرب الاستنزاف، هتتكلم عن ولاد البلد الجدعان اللي ما همهمش، اللي عبروا، اللي راحوا عدوا القناة علشان يرفعوا على مصر، على مصر على أرضها عشان يحاربوا أعدائهم. انت دلوقتي مين أعداء البلد؟ مين أعداء مصر؟ عايز أسألك وعايزك تجاوبني، ليه النهاردة لما بتيجي تعمل حاجة عن الوطنية مفيش في سجل الوطنية غير الحرب اللي قادها المصريين تجاه أعدائهم، وأعدائهم معروفين؟ مهما حاولتم تقولوا عن أعداء، أعداء بس في خيالكم، الشعب عارف مين عدوه، الشعب عارف مين عدوه. خلونا برضو زي ما بقالنا كام يوم نبدأ ونقول لحضراتكم اللي هو فلان الفلاني، اللي هو فلان الفلاني والسخام قاضي ابن خالته على المشير من غير معارك ترقية وبالواسطة جات له بريالات جاية في الصحاري والحخام أبو وهم قتله من الفرات للنيل بلاده وهم بكرة قريب نهايته على الفقيه أبو بطن واسعة واللي بايح حتى بنته واللي على الشاشات بيكذب، واللي على الشاشات بيكذب كلمتين وسخين ودمتم، واللي راقص واللي هازز واللي فاتح باب مدينته للتتار والكل غاصب يدخلوا ويسيبكم انتوا سكان البلد دي. يلي للصمت استكنتم، يلي للصمت استكنتم، هيعكم انتوا، هيبيعكم بكره خرده، راح يبيعكم بكره خرده الا لو فجأة افتكرتم انكم اهل البلد دي، مش رئيس فاسد وعيلته واللي هو فلان الفلاني والسخام قاضي ابن خالته على المشير من غير معارك ترقية وبالواسطة جات له. وعاي اقوم اتحزمي وهاتي الفطار، خلي اللواء يجيب البلح يعمل له زار، وان كان فريق يبقى الدلع وكتير هزار، جيش كان بديفيد يا بلد بيبيع خضار، والشاذلي مات من حصرته وداء المرار، سكتوا العساكر وارتضوا يحاكموا الحمار، بعديها وطى المنحرف وملاها عار، وانا لسه واهم منتظر هياخد لي طار ويجيب لي حق اللي اتسلب، وانا في انتظار عسكر بيخدم عندهم هيجيب نهار ويعيد لي وطني اللي اتسرق، ياخد قرار جيش كامب ديفيد يا بلد اخرته بيبيع خضار. فيعي اقومي اتحزمي وهاتي الفطار، نادي المشير نفرح بقى ونقلبها زار، جيش كامب ديفيد يا بلد اخد القرار، ايامكو ذل وعكنانة وذوقوا المرار. والحل لما يقوم ولد يقلبها نار من كامب ديفيد يا بلد، ياخد لي طار من عار ملانة من العفن من ناس كتار. فاكرينه مات جيش البلد؟ فاكرينه مات جيش البلد باع النهار؟ باقي ومسيره هينتفض ويشيل غبار، كان كامب ديفيد يا بلد
وعساك رعاء وتربوا وعاشوا في ظلهم طرحوا المرار والكره دايما للبلد والانبهار صهيوني ماصص دمنا ولسانه طار يفضل يزيد في الوجع يسقيه مرار ومصيره يرجع يا بلد ومصيره يرجع يا بلد جيش البلد ويزيل دعار.